أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى موقفا صارما تجاه روسيا طالما لم تغير من سياساتها. يأتي ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 38 شخصا وشركة روسية. جاءت العقوبات على خلفية اتهام هذه الشخصيات والكيانات في التدخل بالشأن الأوكراني ودعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتدبير هجمات إلكترونية ضد أهداف أمريكية.